بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل أشواطنا في صباح هذا اليوم. شكرا للزملاء على التواصل في الأشواط الماضية. سن الثنايا سن الكبار، ينطلق الأسبوع الثاني على التوالي في هذا السن سن الكبار، وانطلاقات هذه التحديات من أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في بث مباشر عبر شاشة دبي ريسنج. التواصل، ينطلق الشوط العاشر وهو الخاص بالثنايا الابكار المهجنات الاصايل لابناء القبائل الحاضره والمنطلقه بتنافس وتحدي في ارضيه هذا الميدان، الميدان الذكي. نسير مباشره الى المركز الاول ونشوف اللي تقدمت غياده قادت مساري هذا الشوط. قياده سلطان بن علي بن سلطان الكتبي تتقدم وتسيطر على مقدمة الشوط بانفراد من البداية، بينما تليها في المركز الثاني، والمركز الثاني تتقدم في طفرة. هذه طفرة تأتي في المركز الثاني، محمد بن سعيد بن سعيد العامري تتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وثالث المراكز هذه ميسورة، تعود ملكيتها لسيف بن أحمد القبيسي، تأتي في هذه اللحظات على المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز وانطلقت فيه ووصلت شواهيل لحمد بن سالم بن سعيد المشايخي، تتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظة على رابع المراكز. أما المركز الخامس فبنلقى في خامس المراكز وتقدمت وياتي محمد بن عتيج بن خفية يقدم لنا ملوح اللي تنطلق على المركز الخامس، بينما المركز السادس شوف الوصول من المايدية، المايدية لعلي بن يابر بن حمد بن مصلح الإحبابي في المركز السادس والمركز السابع. المركز السابع وصلت في هذه اللحظة معزة لناصر بن محمد بن ناصر بن مشيط المري. المركز الثامن شوف الوصول وشوف التحرك هذه لعيسى بن سعيد بن محمد بن سلطان العويسي. والمركز التاسع، إذا لقينا في المركز التاسع ونشوف هذه الشبابية مطر بن مبارك بن سيف بن غويث الكتبي. والمركز العاشر عذاب الخميس بن عيسى بالشدي المنصوري. هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط وتحديات الذي يحمل مجموعة ويحمل أيضا شعارات عديدة وكبيرة في مسار التحدي وفي مسار الناموس ما بين الثنايا المشاركة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام. هكذا عودتنا مرة ثانية مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المركز الأول واللي مسيطرة وتقود مسار الشوط. هذه طفرة في المركز الأول، طفرة محمد بن سعيد بن سعيد العامري تسيطر على مقدمة الشوط وتقود هذا الشوط ومساره وتحدياته على أرضية هذا الميدان هنا في المرموم بانطلاقات هذا الصباح الجميل. وسن الكبار ميسورة تأتي في المركز الثاني وتندفع سيف بن أحمد بن محمد القبيسي، يتقدم على المركز الثاني بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق وبهذا الشعار الذي قدم إنجازات جميلة وسطر تحدياتي في هذه الرياضة وفي عالم الأصالة. بينما المركز الثالث وصل سعيد بن محمد العويسي مع هذه الانطلاقات على ثالث المراكز. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نشوف مسار الشوط وتحدياته وانطلاقاته في هذا الاندفاع. يا سلام معزة، وصلت ناصر بن محمد بن ناصر
بن مشيط المري يتقدم في هذه اللحظات، عوده الى المركز الاول. نسير هناك مع الانطلاق، ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء وعلى هذا الاندفاع. محمد بن سعيد بن سعيد العامري يتقدم بالمركز الاول، يسير هناك مع ناموسي هذا الشوط وتحدياته، ما شاء الله بانفراد وبثقه، ثقه الناموس والفوز مع طفره اللي في المركز الاول مسيطره على مقدمة الشوط، وهي تغادر لوحة الألف ومئتين لوحة الإعلان في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام، المركز الثاني، يلا يا راعي ميسورة، ميسورة على المركز الثاني، وسيف بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي يتقدم على المركز الثاني في هذا الاندفاع. ويلا حرك يا محرك، دير بالك يا أبو محسن في مسار الشوط. يا سلام يا سلام، لا زالت الأوامر، لا زالت الأوامر لم تصدر حتى هذه اللحظات على الجميع، على الجميع. شوف الآليات في البطن، ولكن ترقبوا أيضا عذاب في المركز الثالث، وخميس بن عيسى بالشدي المنصوري وواصله اللي هي الشبابية، مطر بن مبارك بن سيف أو بن غويث، وصلت الشايبة، وصلت الشايبة لمحمد بن منصور بن بدحان الهاجري. يلا هلا 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 هلا، يا سلام يا سلام. شوف شوف التغييرات، شوف التبديلات، بدأت الأمور، تغيرت الأمور وغيرت الشايبة، غيرت الشايبة، راح بن بدحان، راح بن بدحان. مشاهدينا متابع محمد بن منصور بن بدحان الهاجري، يا سلام يا سلام، روحت الشايبة، بدلت في الأمتار الأخيرة، تقدمت إلى المركز الأول بجدارة. محمد بن منصور الهاجري يتقدم بالمركز الأول، بينما التحرك من المركز الثاني عذاب لخميس بن عيسى الشدي ياتي في المركز الثاني. الله يا الشايبة 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 الشايبة، محمد بن خميس بن بدحان، محمد بن منصور بن بدحان الهاجري، تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما المركز الثاني وصلت في ثاني المراكز مشاهدينا الاعزاء الشايبة مطر بن مبارك بن سيف بن غويث، المركز الثالث تقدمت في شامخ محمد بن نابت بن خيلة، والمركز الرابع شفتوا الرابعة، المركز الرابع لخميس بن عيسى الشدي. عموما على كل حال بنعود إلى التوقيت، بنعود إلى التوقيت. هذه الشايب اللي في الأمتار الأخيرة غيرت وبدلت على المركز الأول، 7 دقائق و54 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا محمد بن منصور بن بدحان الهاجري على هذا الفوز والناموس وعلى هذا الإنجاز اللي قدمت الشايبة. المركز الثاني 7 دقائق 58 ثانية توقيتها، و3 أجزاء من الثانية اللي حلت في المركز الثاني الشبابية. مالكها مطر بن مبارك بن سيف بن غويث، تهانينا لعلى الفوز. بينما المركز الثالث شوف الثلاث، الله دخول كان جميل، ولكنها المركز الثالث 7 دقائق 58 ثانية و8 أجزاء من الثانية، وهذه الشامخة لمحمد بن نابت بن محمد بن خيلة اللي حلت في المركز الثالث مع هذا التواصل الجميل والرائع في أرضية هذا الميدان وهذه الانطلاقات.